السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا شيخ مدخلي يوجه رسالة لأبي عبيد الناطق الرسمي لحماس. طبعا حماس أنا انتقدتها سابقا قبل هذه الأحداث وبينت موقفي منها، وليس الآن وقت الكلام عنهم، والمقطع هذا سأتكلم فيه عن هذا المدخلي ومنهج المداخلة لا عن حماس. فما يأتيني واحد مدخلي ويقول لي حماس سيئة ولا جيدة ولا ما شابه ذلك، أترك هذا الكلام. أنا كلامي حول ما يقوله ذلك المدخلي. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن كنتم تفهمون يا أبا عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا، أعظم من الجهاد بالسيوف. جيد، هو يأمره أن يجاهد بالسنن أعظم من الجهاد بالسيوف، وعليه طالما أنه يأمر بالسنن عليه أن يأتي بالسنن، يعني هو من المفترض بعد قليل سيسمعنا حديثا نبويا، صح ولا لا؟ يقول له جاهد بالسنن، إذن في سنن، سيأتي بشيء من السنة. رسالة لك أبا عبيدة، رسالة لك، جاهد بالسنن. ملحوظة، ترى دمك مو خفيف، يعني هاي الحركة مو خفة الدم، وأنت كبير بالعمر يعني. جاهد بالسنن يا أبا عبيدة، فإنه أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبو عبيدة، ونحن والمستمعون ينتظرون منك السنة التي تدل على كلامك والتي أنت تأمر بها. أريد أن أوضح لكم منهجية هؤلاء وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ويأمره الآن بأن يجاهد بالسنن، سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هل سيأتيه بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع. أبا عبيدة ابن القيم يقول. ابن القيم عالم كبير، لا يستطيع أحد أن يعني ينتقص من قدره، عالم من علماء الأمة، ولكن أنت تقول له سنن وليس أقوال أشخاص من العلماء. طيب لعله سيقول قال ابن القيم قال رسول الله، أليس صحيحا؟ أنت تقول سنن، هات لشوف. والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد. أنت أكثر واحد يحسنه. وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. يا أبا عبيدة إن كنت جاهلا فتعلم. طيب إن كان جاهلا ويريد أن يتعلم وجاء عندك وأنت تقول له سنن ثم تعطيه شيء من خارج السنن، ثم كلام ابن القيم لا ينطبق على قولك هذا، ما جعل هناك تعارض بين المسألتين؟ نقول له يا أخي اترك عنك السهام وما سهام، لا أحد يقطع الفيديو أبدا لأن حتى يفهم سياق كلامي، يعني اترك عنك وروح جاهد بالسنن، صير مثل أبي إسحاق الحويني يا أبا عبيدة، روح علم الحديث واترك عنك بقى قتل وما قتل وكذا، يعني نحن مناقصين والشيخ هشام مناقص، اترك عنك الموضوع وصير مثل الشيخ أبو إسحاق الحويني، تكلم بالحديث، تحقق كتب حديث كذا، مو صح؟ صح يا شيخ هشام؟ يقول هل يا شيخ فضلاتك قلت عن فلان انه عالم كبير ومن الظلم تضيعه، يقصد الحويني في المقطع القديم. نعم نحن اثنينا على الحويني بعض المرات وعلى بعض مشايخ الدعوة السلفية الإسكندرية في القديم اول ما نزلنا، ولم نكن نعرف حال القوم، ونحن اليوم نقول هؤلاء على الضلال وهم اصحاب هوى طيب شيلك من الحويني، حويني بيّن لنا أنه صاحب ضلال يا أخي هشام، ما أحد يقتطع، والله في ناس تقتطع للمقاطع وتسيء. مهم هشام، بلا ما يصير مثل الحويني، أنا أقصد يعني يصير مثل الشيخ مصطفى العدوي، حديث ودائما مثلا إذا واحد سأله عنده برامج فتاوى يسأله يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويروح يحقق كتب الحديث وهذا صحيح وهذا ضعيف، هكذا يعني جاهد بالسنن يا أخي، مو صح؟ هذا قصدي، أنه مثل الشيخ مصطفى العدوي، مو صح يا شيخ هشام؟ ما وردش عنه الورد عن مد عرفات ولا اسمه هذا عدوي ولا حلبي ولا مشهور حسن اللي لسه الان بيمدح حسان وحويني. انا عاوز افهم فين علم الحديث؟ ما عندهم علم الحديث. طيب شيل علم حديث، ما علم حديث مو مهم يعني، ولا حويني ولا كده. انا اقصد مثلا واحد يشتغل بتعليم العقيده، شغال يعلم عقيده ومفتح قناه تلفزيونيه بس يعلم فيها عقيده مثل الشيخ الرضواني. طبعا الرضواني ايضا انا انتقده، لكن يعني هو الشيخ الرضواني ما يحب الخروج على الحكام ولا يحب القتال ولا يحب شيء، ويعلم عقيده
صح يا شيخ هشام. ما حال محمود عبد الرازق الرضواني صاحب قناة البصيرة الفضائية؟ الحمد لله رب العالمين. سبق أن تكلمنا في حال هذا الرجل وأن هذا الرجل منحرف. منحرف يا أخي، أنا ما أقصد الرضواني، يعني مثل واحد مثل الشيخ عثمان الخميس يبسط المسائل ويدرس الناس وكذا ويوصل لهم الفكرة، ويعني يلامس قلوب الناس ويدرس ويفتي ويعلم، هيك قصدي يعني. يترك ويصير أبو عبيدة يتعلم يصير مثل الشيخ عثمان الخميس، صح؟ الشيخ عثمان الخميس فقد أجبنا عنه من قبل بأن هذا الرجل وجه الحزبيين، وكان على علاقة مع عبد الرحمن عبد الخالق ولم يقطعها حتى مرضه الأخير، زاره ولم يقطع هذه الزيارة وهذه العلاقة. كذلك أيضا له أيضا لقاءات مع الحويني وزيارة مع الحويني. نعوذ بالله، هذه زور الحويني ترك عثمان الخميس يا رجل، دير بالك تصير مثل عثمان الخميس هذا يا أبا عبيد، تصير مثلا مثل الشيخ رسلان. جبت لك واحد مدخلي مثل الشيخ رسلان. الشيخ رسلان أخذ دكتوراه في الحديث سنن، مع أنه أخذها من كلية اللغة العربية، لكن معليش سنن، وما يقول بالخروج على الحاكم ويكره الحزبيين وما يحب القتال وما يأيد حماس وما يأيد كل هذول. هذا قصدي، يعني صير مثل الشيخ رسلان، صح يا شيخ هشام؟ وحينئذ فالحمد لله قد اتضح لإخواننا في شتى بقاع الأرض، قد اتضح لهم حقيقة هذا الرجل، وما بقي يثني عليه إلا مكابر منتفع أو جاهل. طيب الشيخ رسلان ما عاد بدنا إياه، مو زين، ولا يثني عليه يعني أهل الخير وكذا مثل ما تقول، ما بدنا رسلان، بدنا واحد مثل الشيخ سالم الطويل، مقاطعة بإذن ولي الأمر وكذا وفتاوى سالم الطويل. صير يا أبا عبيدة مثل سالم الطويل، هيك تكون أنت ارتحت وصرت سني ووافقت الشيخ هشام، وسيرضى عنك الشيخ هشام، صح؟ صح يا شيخ هشام؟ قال في مقطع: ما قولك في شيخ رسلان؟ يقول: هنا أنصح أي مسلم إذا وقع خلاف بين، لحظة، إيش عنوان المقطع؟ القواعد المحدثة، محدثة يعني مبتدعة، للشيخ سالم الطويل. طيب أنا أجيب لك من؟ يعني ما ظل غيرك، يعني جبنا لك من تيارات مختلفة، من الذين ينتسبون إلى السنة، ومن الذين يشتغلون بالحديث، من الذين يشتغلون بالفقه وبالتعليم وكذا، ما في حدا. يعني أبو عبيدة لو اشتغل بتبليغ السنن ما راح يخلص منك، لأن يعني ما في حدا خلصان منك، ما في حدا خلصان من طريقتكم هذه. أنتم أهل البدع المحضة، بعضهم تثنون عليهم وبعضهم تسمونهم أئمة، لكن تأتون إلى واحد يمكن خالفكم بمسألة ولا بجزئية ولا ما شابه ذلك، تعني المقاطع ما يسلم من شره. فبالتالي أنت عندما تقول سنن، أي سنن هذه التي تتكلم عنها؟ لا سنن، لا جبت سنة، لا جبت حديث، لا ترضى عن أحد إلا من وافق طريقتك. فهل أنت بنفسك، أنت بنفسك، هل أنت تتبع السنة؟ هل أنت تجاهد بالسنن؟ يا أبا عبيدة، ربي أمة غزة على الكتاب والسنة، اللي ما فيها سنن مثل ما تفعل أنت، بفهم سلف الأمة، سلف الأمة المولودين بعد القرن السابع، ربها على التوحيد، علم أطفالها من ربك وما دينك ومن نبيك، أطفالها. طيب أنا سأتيك بدرس لك من أطفالها الذين تريد من أبي عبيدة أن يجاهدهم بالتوحيد وبالسنن، أريد أن أعطيك درسا من طفل من أطفالها. لله يا جماعة إنه الله سخارة للماء المطر، يا جماعة الله عرف إنه إحنا بنعاني ونصدر لنا مية من عين، مية حلوة يا جماعة. والله أنت اللي جميل. بقي يا هشام، كم تحتاج أنت أن تجاهد نفسك بالسنن مشان تصير مثل هذا الطفل؟ فاتق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون.